خد معاك 18 دقيقه ماشي هنلحق نخلص. طيب بص بقى كده مبدئيا فرضا انا بقى في صوره عندي اتعملت غلط فعايز اعمل لها ريجكت يعني اللي هو اكس دي مش معانا دي غلط بتقول للفيزيشن او للدكتور ان دي صوره طبعا الكلام ده لما يكون مستشفى وببعت الصور على ايه على النت انا بقول له خد بالك الصوره دي انا خدتها غلط فهي دي. طب هنا انا البيانات بتاعت العيان دي عايز اعدلها كتبت كلمه غلط اسم غلط اي حاجه غلط فبروح دايس عليها اللي هو البيشنت اللي نايم على السرير ده وادخل اعدل البيانات هنا عايز ازود له فحص بينفع ازود له فحص من هنا تمام. طيب وتقول له سيف بيشنت انفورميشن لما بتعدل حاجه بتقول له سيف من هنا كلوز. خلي بالك ان في مسطره عندك ايه على الجنب اللي بيقول لك المقياس بتاعك من 1 ل 10 طيب بس عشان تتعلمها محتاجه تكنيشن. طيب خلينا نقول بقى الزرار ده بيعمل ايه لو السرعه عكت مني خالص وباظت مني خالص وانا عايزها زي اول ما نزلت اول ما الاكس راي نزلت ريست اروح دايس على ده كده دوسه رجعها لي زي وضع الايه زي ما نزلت تمام. اروح انا عامل ايه عادلها كده عادل كده اروح ايه حاطط هنا الليفت اهي في واحد اضطر زياده ايده واقص كده عملنا زوم زياده بس كده تمام. هنا ده ليه علاقه بالريبورتنج او مش تبعنا الريبورتنج ده مش تبعنا دلوقتي مش هندخل فيه لان دي محتاجه قصه مش موجوده في مصر. طيب سند ايمج الايمج عندنا بتتبعت خد بالك انا لغايه دلوقتي ما قلتش برند كل ده انا عايز ابعت الصوره تبعتها فين اكتر الناس بتطلب ان انا اطلعها على فلاشه. حد يقول لك انا عايز اطلعها على فلاشه عايز ابعتها للدكتور عن طريق الواتساب اللي هو فين بقى اكسبورت ايمج اللي هي اللي في النص دي. طبعا احنا ما عندناش سي دي فخلاص دي كده بالنسبه لنا ملغيه. سي دي ده سي دي ده لو انت عندك سي دي اكسترنال خارجي يبقى ركبه ونسيبها ساعتها نحرق عليه انما هنا ده هو ده اللي احنا هنستخدمه اللي هي اكسبورت ايمج. هدوس عليه دوسه عشان ما تصرفش عليه لانه ملوش لازمه ما حدش هندوس عليه دوسه فبيقول لك انت عايز تسيفها فين الصوره فانا هقول له والله بص حطها لي على الديسكتوب فين الديسكتوب اهي في بره الديسكتوب فبيقول لك نيو فولدر سميه اي اس بي 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 اي حاجه نقول له اوكي وبعد كده خد بالك بيقول لك انت عايز تسيفها ايه دايكوم ولا جي بي جي جي بي جي دي اللي احنا عارفينها اللي هي الصوره العاديه فانا هقول له ايه فانا اقول له لو سمحت طلع لي دايكوم طلع لي جي بي جي اهي طلع لك بره ايه جي بي جي. طب انا برضو عايزها دايكوم ايه بقى الدايكوم ده نازل تحت اقول له ايه عايزها دايكوم حلو اقول له اكسبورت فبيقول لك انا رميت لك الفايلات دي كلها ايه بقى الفايلات دي كلها الصوره اهي اسمها دي سي ام بس تيجي تفتحها مفيش عندنا برنامج بيفتحها انما في برنامج اهو هو حاططه لك لوحده صغير ينفع تفتح عليه انزل تحت كده هتلاقيه اسمه اكس اي ميني فيور لا مش ده ميني اكس اي اللي هنا الكوتوران اين انت ابلكيشن انا عايز اسمه ابلكيشن تمام هو ده بس طبعا هو عايز الصوره انا بقول له فين مكانها على الديسك توب طبعا دي حاجات بقى ايه يعني ادفانسد فبتدخل هنا بتقول له انا عايز الصوره هو الفايل الصوره هي الدايكوم هي الدي سي ام دي اقول له اوكي ما شافهاش ليه بقى من هنا خلاص طب خلينا لما نقفل البرنامج لان هو عايزنا نقفل البرنامج طيب اقفل ده دلوقتي بص في الديتا لا انا عايز اوريها لك لما بتفتحها من بره بتبقى عامله ينفع اعدل فيها وهي بره يعني ينفع تبعتها لحد يقعد يعدل فيها على الكمبيوتر بتاعه تمام دي طبعا ميزه رهيبه يعني. طب هنعمل ريتيرن كده احنا شرحنا كل حاجه جوه مين الفيو اول واحده اغنيه اول واحده بيشن خالص تحت دي كده حاجه اسمها الباكس الباكس ده ان انا ابعت على الشبكه بتاعه المستشفى طبعا ما عندناش الكلام ده. طيب كده احنا شرحنا بيشنت شرحنا اكزام شرحنا فيو فاضلنا مين برنت اروح داخل جوه برنت فهنا بيقول لك مبدئيا كده انت عايز صوره واحده عايز يعني عايز كام صوره فانا اقول له مثلا ادي صورتين بالطول صورتين بالعرض
اربع صور انا عايز احط انا بقى بنفسي 2 في 2 3 في 3 4 في 4 تمام، او ان انا برضو اقلف التاليفه اللي انا عايزها، يعني ينفع تالف اللي انت عايزه حلو، او هو حاطط لك هنا تاليفات اختار منها مثلا دول كده، وينفع كل واحده من دول تتقسم اهو اكتب جوه ده واقسم فاهمني، يعني انت بقى بتشكك لا انا عايز يرجع كل واحده تاني، واروح شادد الصوره كده شايلها، انا بشيلها ورميها كده جات لي الصوره ايه بتفاصيلها بالاسم بتاعك اهو، الفحوص سكان دي اند لاب المفروض ماشي، هي دي المفروض علامه اند بس مش عارف هي ليه زعلانه من نفسها. طيب فين بقى اختيار البرينتر؟ انا عايز بقى اختار البرينتر. البرينتر انا عندي اتنين برينتر اهم تحت، انت البرينتر العاديه اللي هي الدايكوم اللي هي المفروض دي لما اجي اطبق على دي اختار اللي على الشمال اللي هي الدايكوم، لما اجي اطبق على اللي تحت دي الصغيره ده السوفت وير، لما اجي لازم اختار ايه ويندوز برينت دي، ويندوز برينت اه، يبقى الويندوز برينت دي بتاعت الابسون الكبيره هي اللي على الشمال اللي عليها مجنون اصلا عامل لها، ما احنا هنعرفهم دلوقتي اه، بمجرد ما بتدوس عليها بيروح ايه بيبتدي البرينت. انا طبعا هدوس دلوقتي مثلا على الابسون وهنا هكون معرف الابسون، اول ما اقول له اوكي هتلاقي راح اتسحبت على طول هتلاقي الفيلم ايه بقى بيطلع هنا يطلع اسمها ابسون، يطلع هنا اسمها ابسون، هنجرب هنعمل تجربه بس احنا عشان لسه ما عرفناهوش. طيب هل انا محتاج اي حاجه تاني دلوقتي؟ لا دلوقتي انت مش محتاج حاجه تاني من السوفت وير كده خلاص، فاضل ان احنا نقفل الجهاز. نقفل الجهاز ازاي؟ اهو اكزت وايه؟ شوت داون. تاني علامه الاكزت والشوت داون. والله لو اصل الكمبيوتر في الاخر خالص فمش عايز تقفله، عايز تخليه خليه، بس عشان تحافظ على بطاريه ده يبقى اقفله كل من